ساعات العميد ترد لنا على بعض الانتقادات او بعض المواقف التي خرجت في اطار استهداف الشرطه تحديدا في اليومين اللي فاتوا دول بشكل بالذات بورسعيد واسماعيليه. يعني هو عايزين نقول الحقيقه، يمكن حضرتك بتقول خلال يومين، لكن يمكن انا اختلف قليلا ان هي العمليه ممتده الى ابعد من كده. يمكن لا، ما هو احنا ناقشناها يعني، بس انا معني النهارده قوي بمناقشه الحاجتين اليومين دول. استهداف الشرطه طبعا. اقصد ان هو بادي مبكرا، يمكن من قبل حوادث الارهابيه الكبيره كانت بتغطي على الحوادث الصغيره. فلما انسحبت العمليات الارهابيه الكبيره اصبح بقيت هذا التكتيك الجديد اللي احنا يعني بنحلله تحليل اولي كده، بنقول ان هو تغيير في تكتيك الجماعه. النهارده اصبحت لا تمتلك الاعتماد على جماعات كبيره، على سبيل المثال مثل انصار بيت المقدس، متلقيه ضربات موجعه مؤلمه محاصره. احنا فتره ما بنسمعش اخر حاجه امن مديريه امن القاهره بالزبط. اعتقد ولا انا مخطئ؟ لا تمام، مديريه امن القاهره مزبوط. اخر سمعنا عملية كبيرة عن هذا التنظيم بالظبط دون ذكر اسماء. هو محاصر، هو يعني بيعاني من فتره اهتزاز وتراجع، بيحاول يستدعي من الخارج امدادات يعوض بيها النقص الشديد اللي عنده. هو في حاله ضعف كأنصار بيت المقدس، مش قادر جماعة الإخوان تعتمد على هذه التنظيمات الإرهابية الكبيرة إنها تنزل وتعمل عمليات كبيرة.